الله مع الإخوان. زيتون المستشار شو طلع شو طلع يا شوارب قوس الأنا بالألوان السبع يديك الحي الأزرق يا حقل الدولة يرعى خبرنا مولانا هيا ساعة رح يوعى لما القمر بيصير بدر ويغمر قصر النوم مولانا بيتاوب وبيوعى من النوم وبتعرفوا انه الوالي كل شهر بيرتاح شهر بيتنسك بقصر النوم اكلوا وشربوا نوم لمصلحة الاهالي لمصلحة الاهالي يتنسك مولانا الوالي يا عمي المعاملات كتيري والوالي ما بيمضي الا تلاتي احسن احسن دخلك لا شو السرعة العمر بيخلص والشغل ما بيخلص معقول ننطر 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 من شهر لشهر ومن قمر لقمر انطروا يا ولاد انطروا والانتظار ساحة والناطر اسعد من اللي مش ناطر ونحنا نسأل 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 من شهر لشهر ومن قمر لقمر حاجي تحكي بدنا نشوف الناس كل واحد معاملته يرفعها بإيده أنا بدي أزرع خوخ خوخ دولي بتحبه أبو ريحة أنا بدي عمر دار دار دولة بتنظر بالقضية أنا بدي إجازة دخان ولا تنسى دمك يا ابن الدولة بتحب الأركيلة أنا جوزي نحكم شهر حبس وصار إله شهرين اختمولي تيطلع وليش زعلاني لازم تشكرينا رجحناك من الخناق بس انحبس شهر زيادة بسيطة بكرة لما بيطلع يسرق له شي سرقة صغيرة منصر نحن وانتو كيت يا زيدون المستشار إلك سنة بتوعدني بدي بيع الطحوني وما حدا بيساعدني وكتبتي استدعاء شو يعني الاستدعاء؟ اكتب لي يا عارض حلجي حق من الله إلي ست شهور كاتبي معملي وبعدها ما ختمت سطحنا هبط بالشيت الماضي بيتنا بلا سطح من الشيت الماضي أنا بنام وبوعى تحت هالشمسية من الشمس للنبي بتفي علي لكن بكرة جاي جاي الشيت الجاي لما الرعد بيهدر هاك الريح بتصفر والشمسية بتطير ايه تاخدها العصافير ايه وبيصير هالتلج ببيتنا قاعد بمعجن الخبز عالبسط على مهدك على مهدك يا رفض صوتك عالي وطي أحسن ما يسمع ويفزح مولانا الوالي وإذا واعي مرعو مزاجه بيتعكر بيرجع ينام شهر تاني وما بيختم للأهالي وحق من الله وطي صوتك سطحنا وطي صوتك وانا بنام وبوعى وطي صوتك تحت هالشمسية وطي صوتك يا حرنفل وطي صوتك يا حرنفل صوتك يا عالي صوتك سيف بيجرح برد بيلفح برد الليالي مولانا ليش ما بيمضي شهري يمضي ثلاثي وما عملتي واحد زايد عتلاتي يا قرى
الكل شو عم تحكي مولانا بتتعب ايده ما بيقدر يمضي شهري ما بيمضي الا تلاتي عم بيدلوا الناس علي يقولوا بيتها بالشمسية هالشمسية هالشمسية سكري لي هالشمسية انا مذكورة افتحها حتى تضل تفي علي لا في شمس ولا في شدي ولا اشتا فات هالشمسية بدي خلي الوالي يرسي لحالي انه سطح يهبط وصرف على العالي انه بنام وجوع تحت هالشمسية انه الشمسية هي القضية هي الهوية والشخصية والقادة الثبوتية ممنوع ممنوع قدام الوالي فتح الشماسي بتاتا ممنوع مفيش قرار مخطوم وممضي بمنع الشماسة مفيش قرار شو هالبنت المشكلة شكي هادي لهون الشمسية قضية سطح شمسية وأنا ممخون القضية هاتيها شو بدك فيها يا زيتون لحد الطيب بدي صادرها كامتنا اوعى حدا يشور عليك تركيها شو بدك فيها رح ارميها ببير المي لا 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 يا 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 رح ارميها ببير المي سكرها رد اللي اياها ابدا ابدا وحياة مراتك بتردك ابدا ابدا وحياة بنتك ابدا ابدا وحياة هالشوارب ردك اذا بردها هالشوارب رح بيعوا للكل درجتي وحياة يا دوالي غلبتيني ينصف عمرك شو قوي طلع القمر تمل القمر طلع القمر تمل القمر يا مطبل طبل ويا مزمر زمر يا مغني غني ويا دبي كدمك يا حميل الدلو رش مي رش مي حتى ما تطلع غبرة ويعطس مولانا يا حراس الحقوني نروح نرافق